معنا عبر الهاتف السيدة عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. بعد التحية أستاذ عهدية، يا الأمير الراحل أمير دولة الكويت عرف عنه بأنه رجل دولة يمتاز بالحكمة وبعد النظر، حدثينا أكثر بهذا الخصوص. نعم أستاذ، أولا أعزي الشعب الكويتي، أعزي أنفسنا، أعزي الأمة العربية والإسلامية على وفاة الشيخ صباح. فقدنا زعيما عظيما، فقدنا قائد من أغلى رجال الخليج والدول العربية، فقدنا أحد الرواد الكبار بالعمل الخليجي المشترك. واليوم نعظم الأجر للشعب الكويتي ونعظم الأجر لأنفسنا، لأن العلاقة اللي تربطنا بالكويت على المستوى القيادة والشعب علاقة علاقة وطيدة جدا جدا جدا. الشيخ صباح رحمه الله خدم شعبه الأمة العربية والإسلامية، وكان دائما في خدمة نصرة قضايانا. اليوم المملكة البحرين فقدت قائد الإنسانية اللي كرس حياته في خدمة شعبه ودينه وخدمة الإنسانية كلها من خلال عطاء خيرة وصل إلى جميع دول العالم. وكانت دائما الكويت بقيادة الشيخ صباح عطاء وتقف مع الجميع في أزماتهم. طبعا نبي نذكر الكثير من الأمور، العرفان والتقدير لبصمات الفقيد الكبيرة البارزة في نهضة دولة الكويت وتطورها في كافة الميادين، والدور اللي قام فيه الشيخ صباح في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أركانها. لا ننسى أيضا أن الشيخ صباح رحمه الله قضى 40 عاما في أروقة الدبلوماسية والسياسة في عهد أخيه الشيخ الراحل الشيخ جابر. وفي هذه السنوات في عرفة خلال فترة عمله في الوزارة بكونه وسيطا موثوقا من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، وكان دائما منخرط إلى حد كبير بالأعمال اليومية وبالسياسة الإقليمية والدولية، ودائما كان موجود في القمم اللي يناقش فيها أهم قضايا الأمة العربية والإسلامية. الشيخ الراحل كان مهندس السياسة الخارجية الحديثة لدولة الكويت، وأثناء توليه وزارة الخارجية لـ40 عاما وطد علاقته مع الغرب، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي قادت الحملة العسكرية لتحرير الكويت في عام 91، وهذا الشيء لن ينساه التاريخ للشيخ صباح رحمه الله. ولكن في موقف أنا حابة أشارككم فيه، أنه في افتتاح جلسة مجلس الأمة، افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي 15 في أكتوبر 2019، كنت موجودة مع وفد من جمعية الصحفيين البحرينيين، ورأينا كيف تحدث سمو الأمير الراحل، تحدث إلى شعبه من خلال افتتاح مجلس الأمة، ووصى كان دائما يوصي شعبه بأنهم يحافظون على أمن واستقرار الكويت. وهذه الكلمة وترحيبه بالجميع، لن ننسى هذه الابتسامة، لن ننسى وقفاته، ولن ننسى تاريخ الحافل رحمه الله. شكرا لك سيدة عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا لك.